السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. إذا نتلقى مجددا إن شاء الله في هذا الدرس الجديد إن شاء الله. وقبل ما نبدأ الدرس كنشكركم جزيل الشكر على كذلك على الدعم وعلى المشاركة وعلى الدعوات، ونتمنى يلقاكم هذا الدرس في أحسن الأحوال وبصحة وعافية. الدرس ديال اليوم كاين في مادة الصرف والتحويل، ده في مادة الصرف والتحويل وبالضبط الفعل المضاعف. اليوم غادي نحاولوا نديروا نصرفوا الفعل المضاعف في الماضي، وغادي نشوفوا التغييرات اللي تتوقع على هذا الفعل اذا صار يعني مع الضمائر. اذا الفعل المضاعف، اذا الفعل المضاعف هو من هو فعل صحيح، نوع من انواع الفعل الصحيح، وهو يسمى الفعل المضاعف. مر مثلا هو عندنا مره، ولماذا سمي بالفعل المضاعف؟ لانه عنده التضعيف يعني الشده. مره مره، اذا هو الاصل ديالو، الاصل ديال الفعل مره هو مرة. هذه الشده هذه راه فيها جوج ديال الحروف، يعني جوج ديال الحروف كاينين في هذه الشده هذه، كاين جوج حركات، كاينه مره راه الحرف الاول ساكن والحرف الثاني يعني متحرك، غير مره راه يعني تجي صعوبه نطق هذا الفعل. والاصل ديالو هكا، الاصل ديال الفعل هو مره راه، يعني مثلا سد، سدد، مس، مسس. اذا الاصل ديالو هو مره راه، ولكن لصعوبه نطقه قاموا بادغام الراء في الراء، اوكي، وضعوا الشده. اذا ملي كنلقاو الشده راه كنلقاو انه يعني الفعل، ان هاد الشده هادي عندنا جوج ديال الحروف ضغموا في بعضياتهم، ادغام حرفين حتى اصبح لنا حرف واحد، يعني الحرف بجنس واحد ضغم جوج الحروف من جنس واحد ضغموا في بعضياتهم وعطونا الشده وعطونا التضعيف مره. مفهوم؟ اذا غادي نحاولوا ما عندنا نشوفوا اليوم كيف التصريف ديال هذا الفعل كما قلت مره في الماضي مع الضمائر، ونشوفوا التغيير اللي كيوقع مع الضمائر. اذا نبداو على بركه الله. اذا الفعل مره في زمن الماضي، لدينا خانه المتكلم، لدينا خانه المخاطب، ولدينا خانه المخاطبه. اذا المفرد ضمائر المتكلم هما انا، نحن، نحن. اذا انا في المفرد، انا متكلم، لاحظوا معايا مزيان، مررت، مررت، ماذا وقع؟ فك الادغام. اذا فعل مره فك ادغامه مع ضمير المتكلم في الزمن الماضي، انا مررت. اذا تفك الادغام هنا اصبح مررت. فهم؟ نمر المثنى، المتكلم المثنى اللي هو ضمير نحن، نحن، لاحظوا مررنا، كذلك في ضمير نحن المتكلم فك الادغام. ما معنى فك الادغام؟ اصبح عندنا جوج ديال الحروف ر ر، مررنا. فهم؟ كذلك في ضمير نحن ديال الجمع في المتكلم، نحن مررنا، مررنا، كذلك هنا فك الادغام واصبح عندنا جوج ديال الحروف وخمد يعني متشابهه، مررنا، يعني هنا فك الادغام. اذا الفعل المضاعف عند اسناده لضمير المتكلم، ضمائر المتكلم انا ونحن ونحن، ماذا يقع؟ يفك الادغام، يفك الادغام، فيصبح على الشكل الاتي: ما انا مررت، نحن مررنا، نحن مررنا. نمر الى ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب عندنا لدينا كذلك أنت، مررت، ماذا وقع كذلك هنا؟ كذلك في مع ضمير المخاطب يعني فك كذلك الإدغام، تفك الإدغام. ما معنى تفك الإدغام؟ يعني أصبح لنا جوج ديال الحروف، مررت. نمر إلى ضمير المخاطب أنتما، أنتما، مررتما، مررتما، ثم كذلك في هضم مع الضمير ديال المخاطب المثنى عندنا كذلك، عفوا، فك الادغام كذلك هنا، مررتما. لدينا نمر الى الضمير انتم ديال المخاطب ديال الجمع،
أنتم مررتم، أنتم مررتم. كذلك هنا فك الإضغام، كذلك هنا فك الإضغام، مررتم. أصبح عندنا كذلك جوج ديال الحروف. إذا نمر إلى ضمائر مخاطبة. لدينا ضمير أنت مررت. شو وقع كذلك هنا؟ تفك الإضغام. يعني كنقول تفك الإضغام أصبح لنا حرفان، يعني عندنا حرفين على حرف الراء متحركة مفتوحة وحرف الراء ساكنة. مررت. لدينا أنتما، كذلك الضمير أنتما المخاطب المثنى، مررتما كذلك مع هذا الضمير هذا تفك الإضغام ديال فك الإضغام، يعني مررتما. أصبح لدينا حرفان، حرف الراء الأول هو مفتوح والحرف الثاني ساكن، يعني تفك الإضغام. نمر إلى ضمير أنتن ديال المخاطبة، الجمع المخاطبة أنتن، كذلك مررتن. إذا هنا كذلك فك الإضغام. إذا أش لاحظنا؟ إذا باقي لنا الخانة ديال الغائب والغائبة. إذا أن نلاحظ بعد بالنسبة لهذا النموذج اللي عندنا هنا، نلاحظ أن الفعل المضاعف، فعل مضاعف إذا صرفناه في الزمن الماضي يفك إدغامه عند إسناده لماذا؟ لضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر المخاطبة، تفك الإدغام ديالو عند إسناده لضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب وضمائر المخاطبة، تفك الإدغام ديالو. إذا غنمروا إلى الضمائر ديال الغائب والغائبة ونلاحظوا أشنو هو التغيير كذلك اللي غادي يوقع فيهم إن شاء الله. إذا عدنا مع الضمائر اللي تبقاو لنا، يعني الضمائر الغائب والغائبة. إذا كنا مرينا درنا المخاطب المتكلم والمخاطب والمخاطبة، دابا غادي نحولوا ولا نصرفوا هذاك الفعل مرة مع ضمائر الغائب وكذلك ضمائر الغائبة. إذا كتلاحظوا مع مرة مع ضمير هو، هو مرة، هو مرة، يعني في المفرد هو مرة. هل وقع تغيير في الفعل؟ لم يقع تغيير، يعني هو مرة هنا بقى التضعيف ديالو، لم يعني لم يفك الإدغام هنا مع لما أسندنا هذا الفعل إلى ضمير هو لم يفك الإدغام، يعني بقي على حاله هو مرة بقى التضعيف. نمر هما مع المثنى مرة، كذلك فعل مرة لم يفك إدغامه عندما أسند إلى الضمير هما، يعني بقى التضعيف مرة، مفهوم؟ نمر إلى هم، الجمع ديال الغائب هم، مروا كذلك بالنسبة لضمير هم عندما أسند هذا الفعل مرة إلى ضمير الغائب، ضمير الغائب الذي هو هم، يعني لم يفك الإدغام ديالو، بقى على الشكل ديالو مرة مرة مروا، يعني احتفظ التضعيف ديالو بالشدة. نمر إلى ضمائر الغائبة، هي مرت. اش كتلاحظوا؟ كذلك هنا الفعل لم يفك إدغامه عند إسناده إلى ضمير الغائبة هي، قد تضعيف مرت مرت. نمر إلى هما، هما ديال المثنى الغائب، يعني المثنى ديال الغائبة، يعني المثنى ديال الغائبة، ضمير المثنى الغائبة مرت، كذلك هنا لم يفك الإدغام، بقي الفعل على شكله، يعني بقي التضعيف مرت. فوق نمر إلى ضمير هن، هن يعني ضمير ديال الغائبة، جمع الغائبة مررنا. أش وقع هنايا؟ ماذا وقع هنا؟ فك الإضغام مع هذا الضمير، عندما أسند هذا الفعل مرة إلى ضمير هن وإلى نون النسوة، هذه نون النسوة يعني تفك الإضغام، يعني بالله عندنا جوج ديال الحروف مررنا مررنا. إذا الفعل مرة إذا أسند إلى ضمير ضمائر الغائب، ضمائر الغائبة باستثناء ضمير هن، كيبقى على حالته، يبقى فيه تضعيف، يعني لم يفك الإدغام، ما كيتفكش،
يعني كيبقى الفعل بالتضعيف ديالو. متى يفك الادغام؟ يعني الاستنتاج مع ما هي الضمائر التي يفك فيها ادغام الفعل المضاعف؟ يفك ادغام الفعل المضاعف في الزمن الماضي اذا صرف في الزمن الماضي عند اسناده لماذا؟ الى ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر المخاطبة والضمير هن، وهن يعني في الغائبة أو عند إسناده إلى إلى نون النسوة، عند إسناد هذا الفعل إلى نون النسوة ومع الضمير هن، وكيبقى على الحالة ديالو في الضمائر الغائب هو هما هم، كذلك في الضمائر الغائبة هي وهما، كما قلت باستثناء ضمير هن يفك معه الإدغام لأنه أسند إلى نون النسوة، مفهوم؟ إذا هذا هو الفعل عامة، الفعل المضعف هكذا، هذا هو النموذج اللي غادي تاخذوه إذا أردتم أن يعني تصرفوه في الفعل الماضي، أقول فعل ماضي، مفهوم؟ إذا إن شاء الله دابا غادي نمر إلى القاعدة. إذا كما تلاحظوا على السبورة هنا استنتاج اللي خرجنا منه من هذا الدرس. اذا استنتاج كيقول يفك يعني كيتفك ادغام الماضي المضاعف عند اسناده الى ضمائر المتكلم اللي هما انا نحن والمخاطب اللي هما انت انتما انتم والمخاطبه انت انتما انتن، والى نون النسوه يعني عندما يسند هذا الفعل الى ضمير هن في الغائب الجمع هن الى نون النسوة، كذلك يفك الادغام كما شفتوا في الدرس، ويحتفظ كيحتفظ بهذا الادغام ديالو يعني الشدة والتضعيف، يحتفظ به مع ما بقي من الضمائر. اشنو هما اللي بقوا في الضمائر؟ بقى الضمير هو وهما هم وهي وهما، هادو هما اللي كيبقى معهم، كيحتفظ معهم الفعل المضعف بالتضعيف ديالو، يعني كيحتفظ بالتضعيف ديالو مع ضمائر اللي تبقات لي هي هو وهما هم وهي وهما، اما باقي الضمائر فالادغام يفك. اذا اي فعل، هذا عطيتكم غير نموذج، اي فعل جاء على هذا الشكل هذا فعل مضعف، فهو هذا هو يعني النموذج اللي عطيتكم هو الذي سترتكزون عليه في تصريف اي فعل من افعال المضعف. اذا هذا هو الدرس ديالنا لك اليوم، ونتمنى انه يكون فادكم واستفدتوا، وكنتمنى لكم الصحه والعافيه، وكان يعني كنطلب من الله سبحانه وتعالى ان يدخل علينا رمضان يعني بالامن والايمان وكذلك السلم والسلامه، ويربي ترزقنا فيه العوين الصلاه والقيام. وكنشكركم مجددا على الدعم ديالكم وعلى الدعوات ديالكم، واقول قولي هذا واستغفر لي ولكم الله، الى حصه مقبله بحول الله.